تحل التعاسة بالأطفال يجب أن نكون إلى جانبهم وأن نفتح لهم باب الجمعية ليجدوا المحبة والأمان. بهذه الكلمات تعرف سيمون وردي إحدى مؤسسات جمعية دار الطفل اللبناني جمعية أفال. الجمعية اللي تأسست عام 1976 تهتم بالأطفال اللي بيعانوا من المشاكل الاجتماعية داخل عائلاتهم. إلنا 40 سنة، هدفنا هو الاهتمام، الوقاية وحماية الطفل من كافة أشكال العنف وسوء المعاملة، وهذا الشيء بيتم عبر 3 مراكز. المركز الداخلي بمنطقة جوار البويشة اللي بيستقبل الأطفال المعنفين والمعرضين للتحرش الجنسي. مركزنا الثاني يلي هو بمنطقة برج حمود، هي المدرسة الوحيدة المتخصصة المجانية بلبنان للأطفال يلي عندهم صعوبات تعلمية. مركزنا الثالث يلي هو المركز النهاري بسن الفيل للوقاية من الانحراف والعمل المبكر للأطفال. غسان حجار ناشط إنساني أخذ على عاتقه نشر الوعي حول الجمعية، فركض من أجله بماراثونات بيروت، واليوم حقق إنجاز تمثل باجتيازه ماراثون الصحراء بالمغرب 250 كيلومتر على مدى 8 أيام. المشارك الوحيد من لبنان كان همه تسليط الضوء على جمعية أفال. بهالمراحل هيدي بتقطع بأكيد صعوبات، أول شيء جسدية، بس كمان بتسأل نفسك وبتشك بكتير أمور. هل شك هيدا هو نفس الشك اللي بيقطع فيه الولد، أنه أنا شو حطني بحالي؟ ليش أنا هون؟ ليش ماني بعائلة طبيعية؟ الرسالة يلي قدمها لأولادنا هي رسالة أنه هن بيقدروا يتحدوا الصعوبات والمشاكل الاجتماعية يلي عم بيعيشوها بعائلاتهم تيغيروا مسار حياتهم. اليوم عبر التواصل الاجتماعي توصلنا للعالم تتعرف على الأفال، ألاف الأشخاص، الفيديو اللي حطيناها، الصور اللي حطيناها يوميا من الماراثون دي سابل، وحملة التبرع حطينا هدف 50 دولار وتخطيناه، وبعدنا يعني أهلا وسهلا للي بعد بيحب يساهم ويساعدنا. بهالطريقة قدرنا بطريقة برجع بقول غير مألوفة سلطنا الضوء، والحمد لله مهمة نجحت. هالمبادرة وغيرها من المبادرات عم تخلق مساحة من الأمل لأطفال حرمتهم الحياة من أمور كتيرة عم تحاول جمعية دار الطفل اللبناني تأمن لهم إياها، وهي بحاجة لكل دعم من أجل تحقيق هالهدف.